اللي كنا كنسولهم حنا شي جزئيات على مونتيري واش غيدخل رونالدينيو، فصحفي كيقول لك في الليله ديال الماتش مونتيري غيفوز بخمسه، شنا مونتيري الجمهور كيقول بعشره، فهذه غير بمجرد على ان غوارديولا حفظ الرجاء دفعت علينا غوارديولا حفظ اسماء اللاعبين، هذا دليل على انه اهتم بفريق الرجاء البيضاوي، نعم اعطاه قيمه. غوارديولا قال بالحرف ان لما تسجل الهدف الثاني ديال فريق الرجاء خرجت انا والفريق من الملعب وشفت الجمهور المغربي وشعب، وقال لك انا غدا كنلعب مع فريق وشعب رجاوي وشعب مغربي وبالتالي الماتش كبير. هذا بيب غوارديولا اللي كنعرفوا ان انت كتعرف اكثر من اي واحد ان في كورتو الا كانت الكره ديالك راه ديالو، والا كانت الكره ديالو ما غتاخذهاش. بالفعل هذا غوارديولا. الله والولي يقين سبقانا، الله والولي يقين سبقانا، شوف يلا اسمع يلا اللي رجاوي يقول معنا اوه.